الكتف والعمود الفقري يسمونها الأبهر، متلازمة ألم اللفافة العضلية، شرط أنها ما تكون مشكلة فقرات عنقية. إذا كانت مشكلة فقرات عنقية لها طرق علاج وكشف تحت إشراف طبي. أول تمرين راح في 4 تمارين. أول تمرين حاول أحط يدي اليسار ثابتة واليمين وأثبت 5 ثواني وأريح، واليسار 5 ثواني وأريح، كررها 10 مرات. التمرين الثاني حاول أرفع ظهري وأثبت 5 ثواني وأنزل 5 ثواني وأكررها 10 مرات. التمرين الثالث حاول أضع يدي في وضعية من الآن وأجمع لوحين الكتف للخلف وأثبت 5 ثواني وأريح 5 ثواني وأريح، كررها 10 مرات. التمرين الرابع حاول أحط يدين خلف الرأس وألف جذبي وأثبت 5 ثواني واليسار 5 ثواني.